للمزيد معنا عبر الهاتف عضو مجلس الأمة النائب محمود الحمدان. بداية استاذ محمود حمساك الله بالخير، وما الذي تتوقعون أن تفرزه جلسة ثلاث جلسات المقبلة، وبرأيك كيف سيتعامل النواب مع تقارير ديوان المحاسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحييكم ونحيي كذلك المتابع لقناتكم الموقرة، ونبين بأن الجلسة القادمة جلسة لا شك أنها مهمة ومفصلية، وجلسة كذلك يعني على يعني من الندرة أو من النوادر أن يكون اطلاع الشعب الكويتي كامل على ملحوظات ديوان المحاسبة، وكذلك ملاحظة أو متابعة الشعب الكويتي كامل على ردود كذلك الوزراء على ملحوظات وبيانات ديوان المحاسبة، وكذلك المتتبع لمثل هذه النقاط بأن ديوان المحاسبة خلال فترات سابقة كان يعطي تلميحاته وإشاراته وبياناته وتقاريره، وتتكرر الملحوظات والمخالفات في كل عام، بل عدة سنوات، بل يعني قد يكون عقد 10 سنوات أو أكثر. وأبان بذلك ديوان المحاسبة بأن للمرة الأولى أو الوهلة الأولى بأن هناك يكون التفاتة شديدة لملحوظات وكذلك مخالفات ديوان المحاسبة وبيان متابعتها. فلذلك الآن هذا الأمر من قبل المجلس في متابعة ملحوظات ديوان المحاسبة ومخالفات الوزراء على ذلك راح يبين ردود الوزارات كل على حدة في بيان المخالفات، وكذلك بيان أسباب المخالفات، هل هي الأسباب هي قهرية ممكن أنها تحتاج تشريعات معينة، أو بأنها هي لا مبالاة أو تسيب أو عدم. نعم. لكن ماذا تتوقع يعني الحكومة، يعني خاصة أنك يعني كثرة تقارير ديوان المحاسبة بوجود مخالفات لدى الجهات الحكومية، ما هو توقع يعني من المستحيل أن الحكومة تأتي في هذه الجلسة لتصلح جميع هذه الاختلالات، ما هو دور النواب في هذه الحالة؟ يعني الدور الحكومي المعهود الدائم هو الترهل في متابعة خط سير أعمالها، وتعود كذلك موظف الحكومة في 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 أدائه بأن لا يوجد هناك محاسبة، ولكن فيما أقر في الباب الرابع بالنسبة حق الفصل بين ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، الآن راح يفعل الرقابة حتى على الموظف البسيط، فتبدأ من وكيل الوزارة راح يكون معني، ومدراء الإدارات راح يكونوا معنيين وما دون ذلك. فلذلك الجميع الآن كل يتنفصل من الخلل إن وجد. فلذلك الآن هذا اعتبره أنا يعني انفتاحة جديدة ونظرة جديدة وتقويم جديد بالنسبة للموظف في القطاع الحكومي الذي قد اعتاد على اللامبالاة، بل اعتاد على أن أقصى ما يعاقب وإن كلف الدولة بالملايين من الخسائر، نعم، أن يعطى عقوبة الخصم 2 أو 10 أيام، نعم، مع أنه قد كلف ما رأيناه في الجلسة السابقة ما يقارب 1,820,000,000 دينار، مبالغ يعني كبيرة جدا فلكية، وكلها بسبب ترهل لا مبالاة فساد، كلها اجتمعت في أداء مؤسسات الحكومة الموجودة الآن. نعم، هناك كلام على 3 استجوابات متوقعة لـ3 وزراء، برأيك هل سنشهد مرحلة تعزيم نيابي حكومي جديد في الفترة المقبلة؟ طبعا الاستجوابات هي حقوق يعني مكفولة للأعضاء، لكن دائما ما وجد عضو مجلس الأمة للمعيار والميزان، لازم نستمع بالنسبة لإخواننا الزملاء إذا كان هناك عرض. بالنسبة لي أنا يعني عضو ما حدثت أو نقشت في بعض البيانات أو عرض علي أي أمر من ذلك، لكن أنا مثل ما تسمعون أنا أسمع أن هناك يعني تأخب لبعض الأمور، وراح تبين إن شاء الله عز وجل بعد ما يطرحون الوزراء، وبعد ما يذكر إذا كان خاصة بعض الأعضاء قد أرسلوا بعض الأسئلة النيابية ينتظرون الردود، أو قد وصلتهم الردود يعتقدون بأن هناك تمويه أو عدم مبالاة بذلك، راح يبين إن شاء الله عز وجل. نعم، في موضوع آخر، هناك كان يعني تعديل قانون المديونيات الصعبة أثار يعني كثير من ردود الأفعال، وبعض من النواب من وافق عليه في اللجنة التشريعية يعني عدل عن رأيه واكتشف أنه يعني أن هناك كلفة على المال العام وغيره، يعني كيف تنظر لهذه التعديلات؟ هل أنت موافق عليها أم لا؟ لا طبعا، هو كلمة الكلفة على المال العام هي لا تتدخل في المال العام، على قدر ما هي عدم عدالة وكذلك لا مبالاة بالنسبة حق القوانين التي أقرت السابق. طبعا من غير الموافقين بأن لابد يكون هناك عدالة كما عومل السابقين يعامل اللاحقين، فما ما هي المسببات الأصول اللي كانت موجودة قبل 23 سنة
لما سيلوها أصحابها وكانوا يبون يريدون التسوية مع الحكومة في حل هذه المشكلة، الآن كم تضاعفت؟ تضاعفت ما يقارب 9 أضعاف أو 8 أضعاف بالنسبة للأصول. فالآن هو يعني بعد هذه الربحية الكبيرة خلال 23 سنة الآن جاي يسدد، ويسدد نفس الوضع السابق، يعني الأمر غير معقول، ولا بد أن يحترم القرارات والقوانين السابقة ولا يستغلون أي إنسان لا يستطيع أو ينظر بعدم دونية أو بعدم عقلانية أو بغباء بالنسبة حق اللي أمامه. الجميع متفتح والجميع ناظر، بل جلس وكلمت الأخوة حتى في اللجنة المالية أغلبهم الآن اللي كلمتهم كلهم غير موافقين، وبإذن الله عز وجل ما راح يمشي هذا الأمر. نعم، عضو مجلس الأمة نائب محمود الحمدان، شكرا جزيلا لك.